بقى ننهي الجزء ده من حلقتنا النهارده قبل ما نطلع معاكم هذا الفاصل بتقرير هناخد فكره من خلاله عن مباراه النادي الاهلي والاتحاد السكندري في دوري السوبر لكره السله سيدات واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 110-64. هنتابع مع حضراتكم التقرير بعديه فاصل ولا نعود ان شاء الله. كانت مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، خصوصا ان هم اخر ماتشين مع فرق تانية يعني كانوا عاملين جيمات كويسه قوي وكانت خلصانه فرق سكور قليل، فاحنا حتى كنا نازلين مركزين جدا في الجيم والحمد لله قدرنا ان احنا نطلع بالنتيجه دي 110-64 وكسبنا النهارده وان شاء الله نخلص الدور ده برده كده. يعني احنا ان شاء الله النهارده كان اخر جيم قبل فتره التوقف الجايه وباذن الله هنرجع كمان تقريبا 10 او 15 يوم، انا مش عارفه الوقت بالظبط بس تقريبا كده، وهيبقى فاضل في الدور ده اللي هو الراجع ماتش سموحه وسبورتنج. سموحه ان شاء الله هيبقى في اسكندريه وسبورتنج هيبقى هنا في القاهره. احنا كنا جايين محضرين للجيم كويس، عارفين ان فرقه المفروض كويسه، فاحنا نزلنا عملنا اللي علينا ونزلنا لعبنا جامد وعشان كده الحمد لله السكور فتح. هو احنا لسه ناقصنا ماتشين في الدوري الراجع، لسه ناقصنا ماتش سموحه وماتش سبورتنج، وبعد كده هنقف شويه عشان في 3-3، بعد كده هيبقى ناقص بطوله الكاس وهيبقى في سيمي فاينل كاس وفاينل كاس، بس دول لسه برده هيتاخروا شويه عشان احنا هنقف كتير، وان شاء الله احنا نبقى بنجهز للبطولتين كويس قوي. احنا ان شاء الله مش هنفرط في البطولتين دول، يعني احنا خسرنا بطوله في الاول بس احنا ان شاء الله هنبقى على قد المسؤوليه وان شاء الله نقدر نكسب البطولتين اللي فاضلين. احنا كنا متوقعين ان الماتش هيكون اقوى من كده لان هم اتحاد لسه عاملين ماتشات كويسه قوي مع سموحه وسبورتنج، فتوقعنا ان هم هينزلوا فيهم روح اكتر من كده، بس اكيد ليهم يعني اسبابهم ان هم لسه جايين من سفر وكده، بس احنا نزلنا جامد واحنا دايما بنلعب بلعبنا مش بنلعب بالفرقه اللي قدامنا وعملنا اللي علينا، فعشان كده يعني الماتش فتح. احنا كنا بننزل نلعب على قد الفرقه اللي قدامنا مع احترامي لاي فرقه يعني كان عمره ما السكور هيفتح يعني. فعندنا 3 أسابيع نجهز قوي عشانهم عشان هيكون عندنا ماتشين يعني جامدين سموحه وسبورتنج، ولازم نتجهز لهم كويس قوي، وبعد دول ان شاء الله يعني ربنا يوفقنا عندنا البيست اوف 3 بتوع الدوري والسيمي فاينل بتاع الكاس، هنخش على ماتشات جامده، واكيد الفتره دي اهم فتره عشان دي الفتره اللي احنا لازم نستفيد منها على قد ما نقدر عشان نتجهز كويس للماتشات اللي جايه ان شاء الله. احنا بناخد اي ماتش ضعيف او قوي اي فرقه يعني بنفس قوتنا عشان احنا عندنا سيستم لازم زي ما بنتمرن نطبقه في الماتشات، فاحنا بالنسبه لنا اي ماتش بنلعبه من اول دقيقه لاخر دقيقه جامد علشان في الاخر وفي الاول احنا بنقيم نفسنا للماتشات الفاينل. رمضان كريم وان شاء الله كده نحاول نعمل حاجه ونفرحكم ودايما في ظهرنا، وان شاء الله البطولتين للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي.